فالواجب على الإنسان إذا مات له ميت أي ميت أن يدعو، لأن الملائكة تؤمن على دعائه، تقول اللهم استجب اللهم استجب. الأمر الثاني الدعاء بالعوض وبالخلف، والعوض هذا والخلف إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخر، والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى. فإذا لم يعوضك الله في الدنيا فتيقن بأن العوض في الآخر، مثل هذا الرجل الذي مات له ميت، مات له ابن، فقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، يبني الله عز وجل له بيت في الجنة، في الجنة يسمى ببيت الحمد. المسألة الثالثة، ينبغي للإنسان إذا حضر مصابا بفقد حبيب أو قريب أن يعلمه، أن يعلمه مثل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة، قال لها قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبتي وأخلف له خير خيرا منها خيرا منها. الأمر الآخر، يجب على الإنسان في حالة المصيبة بفقد حبيب أو قريب أن يضبط تصرفاته وأن يحذر من لسانه، فلربما قال كلمة أسخطت الذي بيده الأمر والذي هو مالك الملك. والأنفس هذه عواري وودائع، عفوا الأنفس هذه ودائع، ودائع كل وديعة لا بد أن ترجع إلى صاحبها. فلذلك الإنسان عليه أن يضبط تصرفاته وأن يحذر من أن يقول الكلمة التي تسخط الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق كما ذكرت قبل قليل العوض الأخروي، فهو أفضل من العوض الدنيوي، فإن كل ما في الدنيا ذاهب، كل ما في هذه الدنيا ذاهب، وأما الآخرة فكل ما فيها باق، كل ما فيها باق. ولذلك الإنسان إذا مات له قريب ثم سأل الله الخلف والعقبة الحسنة ولم يشاهد هذا بعينيه في الدنيا، فإنه لابد أن يتيقن بأن الخلف عند الله عز وجل في دار لا يحول عنها ولا يزول، لا يحول عنها ولا يزول، وهي العقبة في تلك الدار، ليست مثل هذه الأمور المادية التي يعيشها الناس في هذه الدنيا.